سيد رئيس، أولا شكرا على تضامن مكتب المجلس. سيد رئيس الحكومة، حزب الشراكة الموحد يؤكد على علاقة النهوض بالمنظومة الصحية والنهوض بمنظومة التعليم العمومي والبحث العلمي، ولهذا نسائلكم في 6 نقاط بعجالة. أولا حول إشكالية الخصاص في الأطر، كما وكيفا؟ لأن الاستثمار في العقول، أولا أطباء وأساتذة لسد الخصاص الذي يقدر ب 100,000 في كلا القطاعين. حنا كنقولوا الدولة كتقول ما كاينش الفلوس، حنا كنقولوا 10% من الاستثمار العمومي اللي هو 335 مليار ديال الدرهم يمكن نحل المشكل، نبنيو الكليات ديال الطب ونزيدوا للأساتذة 5,000 درهم ويتحل هذا المشكل. ثانيا حصيلة تعميم التغطية الصحية، 1,400,000 تقصاو من الراميد اللامو، وستة المليون الحرفيين حتى هما ما استفدوش. الخلاصة هي أن اتساع دائرة الفقر واتساع الفوارق كطلب نظام ديال التغطية الشاملة الكونية ممول من الضرائب والكل واستفيد. ثم نسائلكم سيد الرئيس الحكومة، بالفعل هل تم بيع للسي اش يو وكراؤها في إطار الخصصة المقنعة لفينانسمون إينوفون بدون العودة للبرلمان؟ ثم أخيرا مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة في الصفقات التي يشوبها فساد، وشكرا.